فريم فورمات اوف اتش دي ال سي دي. ايوه شابتر 6 المحاضره الثابته. دلوقتي في المحاضره الثابته بنشرح ال اتش دي ال سي اللي هو ال اختصار لايه؟ الهاي داتا لينك كنترول بروتوكول. اول اسمه لاب، الاسم الثاني لينك اكسس بروتوكول. في البدايه كده ان ال اتش دي ال سي او اللاب ده هو بيت اورينتد الاوبريشن بتاعه وبيديفاين للتيرمينال هو برايمري ولا سكندري وبيعمل اللينك كونفجريشن سواء بيكون بالانسد او انبالانسد وبيحدد الداتا مود هي نورمال ريسبونس مود ولا سنكرونس ريسبونس مود ولا سنكرونس بالانسد. الكلام ده كله هنشرحه دلوقتي. فاول حاجه احنا هنشرح الفريم بتاع البروتوكول ده. البروتوكول ده البروتوكول بتاع الفريم ده بيتكون من فلاج الاول وفلاج الاخر. اولا هو ليه نوعين. الفريم ده ديفولت فريم واكستندد فريم فورمات. الديفولت فيه فلاج في الاول وفلاج في الاخر 8 بت و8 بت، وكذلك في الاكستندد الفلاج برضه 8، الفلاج ثابت في الحالتين 8 في 2 بعد كده في الديفولت بقى الادرس بيكون 8 بت، وبعد كده بقى عندنا كنترول بت عباره عن 8 بت، بعد كده داتا في الديفولت بتكون اقل من 128 بايت، وبعد كده عندنا السي ار سي بيكون 16 بت في الديفولت، وبعدين فلاج كمان 8. في الاكستندد بيكون عندنا الفلاج 8 والادرس 16 والكنترول بقى 16 والداتا ضعف اقل من 256 بايت والسي ار سي 32 والفلاج 8 تمام. ال اتش دي ال سي فريم بقى ثلاث انواع، اي فريم او اس فريم او يو فريم، بناء على شكل الكنترول بيتس بيكون نوع من الثلاثه دول. الاي فريم هو اسمه انفورميشن فريم، الاس فريم هو سوبرفايزوري فريم، واليو ان نمبرد فريم. طيب بيختلف في ايه؟ مثلا الاي فريم انفورميشن فريم وهنعرف دلوقتي كل واحد بيستعمل ايه. الاي فريم شكله بيكون ان ال 8 بيتس بتوع الكنترول الجزء بتاع الكنترول اول بيت بزيرو على طول، طالما اول بيت بزيرو بقى الفريم ده هو اي فريم. وبعد كده 3 بيتس حاجه اسمها ان اوف اس، وبعد كده بي اف، وبعد كده ان ار. الان اوف اس هي السيكونس نمبر اوف فريم سيت، يعني انا دلوقتي ببعت فريمات ورا بعض، الفريمات دي ممكن ابعت واحد قبل الثاني، ف السيكونس بتاعه هو ده اللي بيحدد لي انا انهي فريم عشان ارتبه في الاخر. والان ار هو سيكونس نمبر اوف فريم ريسيفت اللي بستقبله. بعد كده لو اول بيت بواحد وتاني بيت بزيرو يبقى ده سوبرفايزوري فريم تمام. وبعد كده عندنا حاجه اسمها اس، وبرده البي اف زي ما هي، حاجه اسمها ان ار. ان ار اللي هي سيكونس فريم اوف فريم ريسيفت. الاس دي هي الفلو كنترول والايرور كنترول. ودي هنا بيكون فايده السوبرفايزوري فريم ان انا ببعت انفورميشن في الاول، ولما بحب ان انا اعمل لو ايرور حصل وعاوز اعمل اكنولج او كده بستخدم السوبرفايزوري فريم. فالسوبرفايزوري فريم دي البيتس اللي هي بتاعت الاس دي، الاثنين بيتس بتوع الفريم دي بتحدد لي حاجه من اربع حاجات. يا اما الريسيفر از نوت ريدي وهي اكس اوف اللي خدناها في المحاضره قبل كده، او الاكس اون وفي الاتش دي ال سي بتسمى ريسيفر از ريدي. ده الفلو كنترول، او عايزين نعمل ايرور كنترول بالاي ار كيو يبقى سيلكتيف ريجكت اللي هي اس ريجكت، او ريجكت اللي هي جو باك اند. هي نفس اللي درسناها ولكن مسمياتها مختلفه شويه بخصوص اول اثنين، والجو باك اند اسمها ريجكت اسمها ار اي جي تمام. وبعد كده الان نمبرد فريم لو اول 2 بيتس ب 1 1 بعد كده 2 بيتس ان هي بي اف، بعد كده 3 بيتس ان. الام دي بتحدد لي المود. المود زي ما احنا شايفين فوق هنا كده اللي هو بيحدد لي النورمال ريسبونس مود، او النورمال ريسبونس مود اكستندد، او الاسينكرونس ريسبونس مود، او الاسينكرونس ريسبونس مود اكستندد، او الاسينكرونس بالانس مود. الكلام ده اتشرح في المحاضره اللي فاتت. كان النورمال ريسبونس مود ان هو يبقى عندك برايمري بيبقى عندك برايمري
هو اللي بيكوماند على مجموعه من السكندري تيرمينالز, والتيرمينالز السكندري بترد اما بيحصل لها بولينج باي البرايمري. يبقى لازم يحصل لدول بولينج علشان السكندري يرد. زي ما كان الدكتور شرحها صراحه مثال جميل جدا في المحاضره, قال 5 في 6 في كام, وقال لنا محدش يتكلم. لما طلب من حد يتكلم شاور على واحد, الواحد ده اللي يرد. تمام. بعد كده اللي زيه اسينكرونس بالانسد مود, لا معلش معلش سيبك من ال 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 بعد كده الاسينكرونس بالانسد مود. اسينكرونس بالانسد مود اللي هو بيبقى اتنين برايمري بيردوا على بعض, كوماند مع كوماند اتنين برايمري. تمام. اللي بس اللي عايز اقوله ان الانبالانسد مود بيكون ان السكندري في حته كده دوشه راحه, ان هو بيقول لك ان السكندري بيرد مش شرط يرد بعد ما يتعمل له بولينج باي البرايمري. افتحها هنا معاكم موجوده. طب شوفها كده. خلاص سيبك من قابلتنا لوقتنا. طيب تعالى نتكلم, نكون في نفس المحاضره بعدين. طيب عارف انت. هنرجع تاني زي ما نقول ان الام دلوقتي بيحدد لنا المود بتاع الداتا بتاعنا. احنا قلنا في الاول ان الاتش بي تي بيحدد ثلاث حاجات, التيرمينال واللينك كونفيجريشن والداتا مود. النورمال ريسبونس مود اللي هو برايمري وسكندري, والسكندري بيرسبونس بناء على والسكندري بيرد بناء لما بيحصل له بولينج من البرايمري. الاكستندد الدكتور ما اتكلمش عنها. الاسينكرونس ريسبونس مود هي دي الاسينكرونس ريسبونس مود, ان السكندري بيعمل ريسبونس ولكن مش شرط يحصل له بولينج باي البرايمري. وبعد كده الاسينكرونس بالانسد مود ان هو برايمري مع برايمري. دي المود بتاعتي. عايز بس نرجع حته تاني عند الاس كده. احنا قلنا هنا الاس الاربعه دول اختارهم بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ بناء على مثلا الموقف اللي انت فيه. يعني انت مثلا باعت كميه كبيره من الداتا وخلاص البفر بتاع الريسيفر اتملى, فالبفر الريسيفر لازم يرد عليك يقول لك وقف, بيعمل لك اكس اوف فلو كنترول, يعمل لك سوبرفايزري فريم ويحط لك الاس دي بحيث ان هو يبقى معناها الريسيفر از نوت ريدي, وليكن 0-0 يعني مثلا, وليكن طب افرض بعد كده تقدر تبعت له تبعت اس فريم اكس اوف اكس اون, وكذلك مع السلكتيف ريجكت او مع الريجكت على حسب. يعني انا هي هنا مثلا فيها 2 بت, يبقى كده الاربع احتمالات بتوصل بالظبط. تمام كده. وبعد كده احنا ناقص لنا في الفريم البي اف اللي هي بولان فاين. بولان فاين ان هي لما بتبعت البرايمري بيبعت السكندري, دي بتسمى عمليه بول او بولينج, والسكند بيرد على البرايمري دي عملت كوين. بس كده الدكتور ما اتكلم عنها, بس زود حته عنها في الحته دي في المحاضره. قال ان هو لما البرايمري بيرد على السكند اللي بيرد على البرايمري بيرد بكل المعلومات اللي هو عارفها لغايه ما يوصل للحته اللي هو عايزها. يعني مثلا لو طلبت منها 5 في 6 بكام, هتقعد تقول لي 1 في 1 1 في 2 لغايه ما توصل ل 5 في 6. ده في عمليه الفرق اللي هي الرقم. بس ايه تاني بعد كده؟ حته الراوتنج قلته سهله نعديها. ده عايز تقول سريعا يعني هو نفس اللي خدناه مع الدكتور ايهاب, ولكن نوعين سنترلايزد ونوع ثاني ديستريبيوتد. كل نوع ليه ميزه وعيب, كل النوع الاولاني ليه ميزه وعيب والثاني ليه ميزه وعيب. الكلام ده هو اللي مكتوب في الايه في الكلام اللي عند الدكتور. وادى مثال عليها خلاص. اشتغل بص على المحاضره السابعه.